سوي، وما أدراك ما سوي؟ وما سوي سوى برنامج رائع وممتاز جدا سوف نتعلمه في هذه الدورة. برنامج سوي هو عبارة عن برنامج أنتجته شركة مايكروسوفت، ممتع ومفيد جدا في عمل العروض التقديمية الشخصية التفاعلية ومشاركتها عبر الإنترنت. هذه هي بعض الأفكار التي يمكنني استخدام برنامج سوي فيها. يمكنني عمل التقارير، كذلك العروض التقديمية، الرسائل الإخبارية، وحتى القصة الشخصية. يمكنني هذا البرنامج من إنتاج التصميم وإنجاز المهمة بسهولة ودقة، حيث أنه يركز على التفاعلية. يمكنني أيضا من خلاله رواية القصص مع المحتوى التفاعلي، حيث يمكنني إضافة مقاطع الفيديو وشرح الفكرة عن طريق دعوة الآخرين إلى مخططات تفاعلية تشرح ما أريد. أيضا يوفر هذا البرنامج محرك بحث داخلي، من خلاله إضافة الصور والمقاطع والتغريدات حتى من تويتر، حيث أنه يصبح برنامج يجمع كل ما تريد أن تدعم به فكرتك في مكان واحد. يمكن لهذا البرنامج الرائع أن يقوم بابتكار تصميمات خاصة حتى من الألوان ومزجها معا، وإذا لم يعجبك هذا التصميم يمكنك مزجه مع غيره لتخرج بفكرة جيدة تناسبك. أيضا يمكنك مشاركة هذا الارتباط بعد عمل الملف إلى أصدقائك أو عائلتك أو إلى أي أحد تريد. يمكنك إرسال الرابط على أجهزة الجوال، على أجهزة الكمبيوتر، ديسكتوب، لابتوب، على أي جهاز ذكي. هذا التطبيق متوفر منه نسخة على الإنترنت عن طريق الويب كما نشرحها الآن. أيضا يوجد على نظام التشغيل ويندوز 10، كذلك الآيفون والآيباد، يعني متوفر على المتاجر. هذه أمثلة لملفات سوي تم تصميمها لنستعرضها معا، وهذا على سبيل المثال أحد الملفات التي قمت بإنشائها في كيفية شرح البرنامج. لاحظوا معي كيف يبدو الملف. هنا بعض النصوص، عناوين رئيسية للشرح، إضافة الصور. هذا ما يبدو عليه ملف سوي بعد تعديله وإضافة العناوين والصور له، هكذا كما ترون. هذه طريقة إدراج الصور. ومشاركة الرابط مع الآخرين. هذا هو عبارة عن ملف تم تصميمه بهذا البرنامج ونموذج لما سنتعلمه بعد قليل.